شوي بس كان بيلفت نظري لأنه هو كان مميز قوي، كان حلو قوي بزيادة، لدرجة أن أنا كنت بستغرب من شاب في السن ده يبقى بالمواصفات دي. فدي كانت بتلفت نظري جدا بشوي مختلف في كل حاجة، يعني قامة روحية عالية قوي، لدرجة أنا كنت يعني بقلق عليه من كتر الحلاوة بتاعته. يعني أنا دي كانت بتلفت نظري جدا. زي إيه؟ إيه اللي خليكي تقلقي وحاسة إن ده أكتر من زي سنه؟ إيه؟ زي إن هو مثلا إنسان حساس جدا، ملتزم جدا في حياته الروحية، ليه قانون روحي ماشي عليه بصورة كنا إحنا بنتعلم منه. بمعنى إن هو كان مثلا لازم يصحى الصبح بدري ويصحي نفسه بنفسه من غير أي مجهود مني، لدرجة إن أنا كنت أقول له طب بالراحة نفسك شوية بشوية، يعني حط الموبايل بتاعه على المكتب، والمكتب ده بعيد عن السرير، يعني لازم يقوم ياخد يطفي الموبايل. لدرجة ان انا اقول له يا حبيبي انت بتبقى صاحي الصبح والدنيا برد، خليه على الكومودينو جنبك، ما يرضاش. عشان يلزم نفسه يقوم، عشان يلزم نفسه يقوم يصحى بدري، يقوم يصحى من غير اي حاجة، الاقيه واقف بيصلي بيقرا في الانجيل قبل ما ينزل الكلية، ويصحى بدري شوية. طبعا في علاقاته في الكلية كان متميز جدا، كل اصحابه شاهدوا كده ان هو كان انسان امين محترم جدا، حتى الناس اللي هم البنات والولاد المسلمين شاهدوا بتميز بشوي واخلاقه العالية جدا. وحتى بعد ما راح السماء عملوا فيديو كده ليه هما في الكلية، وقالوا ان بشوي ده كان مختلف، كان ضحكة او يعني النسمة بتاعت الدفعة بتاعتنا روحاني. انا اسف ان انا بقطعك، بس ما كانش شخص منغلق خالص، هو الجمال اللي كان فيه ان بشوي كان عايش حياته جدا، متفوق جدا، متميز، شاطر جدا جدا، بيخرج ويلبس ويتفسح، وسافر هو اخوه قبل كده سافروا برا وسافرنا معاهم، وبيعيشوا حياتهم جدا، ومع ذلك ملتزم جدا جدا في علاقته مع ربنا في وسط السفر ده. يعني ما كنا نسافر نروح مثلا نصيف الغردقة شرم كده في يوم الاربع والجمعة، لا يمكن حاجة اسمها عشان احنا في سفر يفطر يصوم. وطب نصوم بسمك؟ لا، يصوم كامل، يعني مفيش اي مبرر، كان مفيش اي مبرر ولا ان احنا دافعين فلوس ولا ان احنا خالص هيصوم، يعني هيصوم. وكان برضو في علاقته معايا في البيت برضو بحب ماما جدا، حنين جدا، بيساعدني في حاجات كتير جدا في البيت من غير ما اطلب. مفيش حاجه بقى اللي هي بتختلفي معايا فيها؟ لا ما تعملش، يعني بشوي انا ما اختلفتش معاه كتير خالص، يمكن ما افتكرلوش حاجه ان احنا عملنا قفشه جامده مع بعض. العادي بتاع كل ماما وابنها مفيش ده، لا بالعكس، بشوي كان من القيم اللي عنده الزياده اللي كانت بتلفت نظري قوي. كنت ساعات في اي مشاكل عندي في الشغل او اي حاجه اخد رايي بشوي، اشوف بشوي هيقول عليها اوكي يا ماما، لا دي حاجه عاديه صح. انا اطمن كده ان كده اوكي. ان انا هبقى من ثقتك في رايي، من ثقتي في رأيه. وحتى أخوه برضو كيرو كان ياخد، بالرغم ان كيرو الأكبر، أكبر بينهم 4 سنين أو 4 سنين ونص، كان كرولوس برضو ياخد رأيه في حاجات، وكانوا قريبين جدا جدا من بعض. برضو كان حب الخدمة جدا، الخدمة دي كانت عنده حياته،